تأتينا مسألة، وهي مسألة الصلاة على الميت الغائب وهو في نفس بلدك، هل فيها خلاف أم لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يصلى عليه في نفس البلد، بل يذهب المسلم إلى المسجد فيصلي عليه أو إلى قبره فيصلي عليه. وهناك وجه في مذهب الإمام أحمد من أنه يصلى عليه في البلد للمشقة، وإذا كانت البلد كبيرة، وبعضهم أطلق قال بالبلد عموما إذا وجدت مشقة. ونقل صاحب الإنصاف قال قال الشيخ تقي الدين القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد بالكبير، ومنهم من أطلق ولم يقيد، انتهى. قلت القائل المرداوي في الإنصاف الذي يظهر أن مراد من أطلق البلد الكبير. وأيضا وجدت في فتح المعين وهو من كتب الشافعية مع شرحه إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري، وجدت وجها من أن المشقة معتبرة ولو في البلد إذا كانت كبيرة أو لعذر، مثل أن يكون هناك مرض لا يتمكن من الذهاب إليه، أو أنه محبوس لا يتمكن من الذهاب إليه. وكما هو موجود الكلام في الإنصاف أيضا موجود في الفروع لابن مفلح. وبالتالي فإن صلاة الغائب على من هو في البلد فيها خلاف، وإن كان هذا الخلاف ليس قويا وإنما هو مرجوح عندي، لأن المتعين أن يذهب فيصلي عليه أو يصلي على قبره. وبالتالي فإنه لو أمرت الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية أو من له الأمر في ذلك بأن يصلى على غائب، فليخرجوا منه من هم في البلد حتى لا يقعوا في حرج. لكن مع هذا كله لو كانت الوزارة أو من له الأمر في هذا أنه يرى القول الآخر، ولو رأى الكثير أنه رأي ضعيف، إذا رأوا أنه يصلى عليه حتى في نفس البلد فلا يبدع من يفعل ذلك، لأن هذه المسألة إنما طرحتها خيفة من أن يبدعوا الأئمة الذين يفعلون هذا إذا أتهم أمر. ومما يقرر هذا ويدل عليه من أنك قد ترى شيئا بالدليل الشرعي حسب اجتهادك، قد يرى ولي الأمر ومن له ولاية عليك يرى خلاف ما ترى، فهناك سبيل للتقيد بما أتى به من أمر ولا يكون الإنسان حينها في حرج. وهو أن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وأصل القصة في الصحيحين لكن أريد موضع الشاهد، أن عمر رضي الله عنه لما أتاه رجل قال أجنبت أفتيمم؟ قال لا. فقال عمار ألم تذكر أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأنت لم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين بعد ذلك صفة التيمم. فقال عمر اتق الله يا عمار. ماذا قال عمار؟ قال إن شئت لم أحدث به لم أحدث به. فقال عمر نوليك ما توليت، يعني نكل إليك ما قلت. ولذا في رواية أخرى عند مسلم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحد. ولذلك في رواية أبي داود قال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. فإذا لو ألزمت الأئمة في نفس البلد والصلاة عليه فإنهم لو صلوا عليه لا يبدعون إذا رأت الوزارة أو ولي الأمر الصلاة، مع أن الذي أراه عدم ذلك، لكن القول ما قلناه سابقاً.